السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي غتكون رائعه بزاف بزاف وسريعه جدا. انتما كما كتشوفوا معايا ليموي فوالا، هنا غادي نرافقو مع لي فروي دو مير. هنايا شويه ديال الشامبينيون، البصله، شويه ديال الثومه. هنايا عندي لاصوص بو لي نيم، الملح وابزار، صوص سوجا والزويته باش نشحرو. المهم حنا غادي نبداو على بركة الله، ساهلة مهلة بزاف. أول حاجة غادي نجي غادي ناخد الزيت، أوب صافي. دابا درت البصلة غادي نخليها تشحر هنايا في وسط المقلة، ومن بعد نكمل معاكم الوصفة. صافي دابا ملي تشحرات لينا البصلة غادي نجي نرمي الشامبينيون. ندير شويه ديال الملح والابزار، دابا غادي ندير هاد التوابل اللي كاينه في وسط البواط ديال النوم. غادي ندير شويه ديال السوجا، نخلط كلشي ونخليهم يتشحر مزيان، ندبزو مع بعضياتهم. فوالا، من بعد ما تشحرنا الفواكه غادي نجي غادي نرمي الماء غليان. أو بقيت ديال لينوية كتجي رائعة بزاف، بنينة كتحمق.